السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده مفاجأة حلوة جدا. فيديو النهارده كمان من شركات التنظيف، بس المرة دي لأربع بنات مختلفة كده، هنتفرج عليهم مع بعض وهنشوف كمان التنظيفات الهايلة اللي بيعملوها مع بعض قد ايه. طبعا الفرق هيكون واضح جدا قبل التنظيف وبعد التنظيف. طبعا حابة اقول لكم على حاجة تشجيعا منكم ليا وللقناة، ولو حابيني استمر في الفيديوهات الممتعة دي ما تنسوش طبعا دعمكم ليا باللايك. اللايك هو اللي بيخليني استمر واللي تجيب لكم طبعا فيديوهات من النوعيه دي اكتر. هنشوف قد ايه النهارده هيقدروا يتغلبوا ويسيطروا على اغلب الدهون الصعبه جدا اللي موجوده معانا. زي ما قلت لكم طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. طبعا الفرق واضح جدا بين قبل التنظيف وبعد التنظيف، حتى كمان الهدوم بينظفوها، يعني مش على قد كمان ازاله الدهون الموجوده في الحيطان والبوتاجاز والارضيات، لا شايفين كمان برضو كده الغسالات بيبداوا كمان ينظفوا الغسالات ويعملوها كمان دوره تعقيم وتطهير حلوه جدا عشان تخلي معاكي الهدوم تنضف وتزهزه وترجع طبعا لدرجه الحلاوه كانك بالظبط لسه شاريه تيشرتات او الهدوم دي طبعا جديده. تعال نشوف كمان كده المطبخ الثاني اللي دخلوا فيه وبداوا كمان ينظفوا، وهنشوف دلوقتي كمان مع بعض قد ايه الفرق واضح جدا بين تنظيف الرخام طبعا من الصدى اللي كان موجود عليه والدهون اللي كانت موجوده، حتى كمان هنا الشفاضه طبعا بيتكلم عن نفسه. شايفين طبعا كميه الزيوت صعبه جدا، وهنشوف في فيديو النهارده كميه شفاضات كتيره جدا بكل التنظيفات اللي موجوده فيها والاشكال الكتيره جدا. حاطط هنا كمان بقى دي طبعا مجموعه من الخليط او اللي هي المواد الجاهزه الكيماويه طبعا اللي حكيت لكم عنها في الفيديو اللي فات، وقلت لكم طبعا بتبقى حاجات كتيرة جدا جاهزة اكيد بيستعينوا بيها عشان يقدروا يتخلصوا من كل الدهون الصعبة اللي احنا شايفينها دي دلوقتي مع بعض. هنا كمان طبعا بمعاينة المية السخنة بدأوا كمان طبعا ينضفوا الحلل دي يمين وشمال كويس جدا، وشايفين طبعا بقى كمية الدهون اللي كانوا مخرجينها منها، وكمان شعر وحاجات كتيرة جدا ما تعرفوش ايه اللي دخلها في الشفاط. بس ده طبعا النتيجة اللي وصلوا ليها في الاخر، وكانت قد ايه طبعا الشكل كان مذهل جدا. شايفين كمان هنا برضو كده البوتاجاز واضح عليه جدا التنظيف بين قبل وبعد، حتى كمان الملابس شايفين طبعا كمان هنا كده مع بعض الهدوم دي مدى الاتساخات اللي موجودة فيها صعبة جدا، يعني تحسوها كده ما عادتش نافعة خالص. هنا كمان بدأت تنقعهم، وهنشوف كمان الحاجة رجعت معانا كأنها جديدة جدا. شايفين برضو كمان كده دورة الغسيل للغسالة ذات نفسها، ملح الليمون مع الخل، وهتبدأ كده تعمل الطبق الكبير اللي احنا شايفينه ده وتدي الغسالة دورة. شايفين طبعا الغسالة طلعت كمية أوساخ كانت فيها لوحدها، دي طبعا كده دورة فاضية، وكمان شايفين الغسالة وهي بتصرف الأوساخ اللي موجودة فيها صعبة جدا. المهم تعالوا نشوف كمان كده دي شقة تانية من أحد البيوت اللي هم دخلوها، وكمان السيدة دي استعانت بيهم لأن طبعا الوضع كان صعب جدا، وطبعا النتيجة هنا باينة. بس عامة طبعا كده دي كانت خطوة من خطوات التنظيف، الأحواض لدرجة إن الأحواض دي كانت مسدودة زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض، وطبعا هيبدأوا يسلكوها كويس جدا وفي الآخر هيوصلوا لنتيجة حلوة قوي. كمان برضو كده جزء موجود طبعا معانا من الشفاط، زي ما قلت لكم طبعا فيديو النهارده فيه كذا شفاط بأشكال وبأحجام مختلفة عشان نشوف كل عملية التنظيفات اللي هتحصل. بس أكيد طبعا يرجع الفضل في الأول وفي الآخر للباور أو المسحوق اللي بيستخدموه طبعا في إزالة الدهون ده. ناس كتير جدا سألتنا عليه، ودي طبعا كمان بتبقى حاجات جاهزة موجودة عندهم هناك في البلاد الصينية أو الكورية أو في يعني عامة عند الأجانب، أكيد طبعا بيستخدموا حاجات بتبقى قوة التنظيف بتاعتها عالية جدا. شايفين حتى هنا كمان برضو كراسي السفرة كل حاجة بتلمع. هنا كمان برضو الغسالة الأوتوماتيك دي قالوا تعالوا نشوف كمان كده دورة التنظيف بتاعتها من فوق ومن تحت، بدأوا كمان كده يغسلوا الحلة من جوه ومن بره ويعملوها كمان دورة غسيل لوحدها. بتورين هنا كمان كده صرف الغسالة بعد ما غسلت لوحدها، طبعا النتيجة كانت واضحة جدا. ده كمان كده أحد المطابخ، ويمكن إلى حد ما باين عليه مش متبهدل قوي، هو أكيد الشفاط هو اللي حالته صعبة جدا. شوية حاجات في المطبخ هنا بس يعني يعتبر إلى حد ما من أنظف المطابخ اللي شفناها، على الرغم طبعا إن الشفاط فيه متهالك جدا يعني حالته صعبة جدا من الدهون. شايفين طبعا لدرجة كل حاجة لزقت في الحاجة اللي تحتها من الدهون زي ما احنا شايفين، بدأت كمان تفكه كده ونشوف شكله مع بعض، وترش عليه كمان كده المواد الكيماوية بتاعتها وهتفضل كمان نقعه شوية، وهنشوف بعد كده طبعا النتيجة اللي هتطلع معانا هتبقى مذهلة جدا.
شايفين طبعا دلوقتي كده مع بعض بدأت تفك جميع الأجزاء اللي موجودة فيه، لدرجة كمان إن الإطار الداخلي من جوه تراكمت عليه دهون صعبة جدا. شايفين بتطلع قد إيه كمية دهون صعبة، يعني مش أي حد يقدر ينظفها بسهولة، ومع ذلك طبعا هي هتبدأ تحط كل المواد الكيماوية بتاعتها. حتى كمان برضو الحالة اللي كانت موجودة على البوتاجاز لو احنا شفناها من شوية، كذلك برضو من بره متهالكة جدا من الدهون، والدهون عليها متراكمة. يمكن الشفاط ده ما تنظفش اكيد طبعا، بقاله سنوات كتيرة جدا ما تنظفش. المهم طبعا دلوقتي هنشوف الفرق الواضح جدا بين قبل وبعد التنظيف. حتى كمان اطار الشفاط كده من بره بدأوا كمان ينظفوه. وطبعا من اهم واحسن الحاجات اللي كلنا شفناها في شركات التنظيف، سواء طبعا رجالة او ستات او بنات او اي حد، خلصوا تنظيف وبدأوا كمان دلوقتي يشوفوا كل الاجزاء بتاعته من بره، وهنشوف قد ايه طبعا اللمعان اللي ظاهر تتنظف. يعني طبعا إلا مستحيل حل حاجة واضحة منظر الشفاط اللي كان واضح في الاول، الصغيرة قبل الكبيرة بمعنى اصح، عشان في الاخر يعني يمكن هي البوتاجاز يعني مرضية بهدل قوي زي بوتاجازات كتير فعلا. مجرد طبعا ما الواحد كده يبص كتير طبعا على الوضع فيها من دول او المقطع من بين بمراحل صعبه جدا التنظيف، يعتبر ده من انظف المطابخ اللي احنا مرت علينا في الفيديوهات اللي من النوعيه طبعا فرق شاسع جدا. حتى كمان طبعا هنا العيون بتاعة البوتاجاز او الشفاط عامة او الاطار بتاع الشفاط اللي احنا شايفينه، طبعا مجرد ما كانت منقوعة، وفي الاخر شايفين طبعا الشكل النهائي ليها مع اللمعة بتاعة الشفاط من بره، يعني تحسيها كده مراية الواحد يبان فيها. هنا كمان برضو كده داخلين على مكان تاني للتنظيف، طبعا هنا ده مطبخ بسيط او حمام كمان بسيط، بس طبعا الاوساخ فيه كانت صعبة جدا. شايفين طبعا كده الفرق بين التنظيف، والفرق واضح جدا بين قبل وبعد التنظيف. طبعا كل برضو الحاجات اللي بيستعينوا بيها في التنظيف بتوضح قد ايه طبعا ان الفرق بيكون واضح جدا معانا، وان عملية التنظيف بتبان سهلة جدا طبعا بفضل او بمساعدة المواد اللي بيستخدموها في التنظيف. وطبعا بيفضلوا ناقعين الحاجات دي شوية على مثلا ما يمسحوا الاطار الخارجي للبوتاجاز من بره. هنا كمان برضو كده الحاجات اللي هي زي محفظة كده من بره دي، بتحط فيها طبعا بواقي الحاجات من الاحواض اللي هي الاستلس. هنا كمان برضو كده التويليت ده طبعا كان شكله صعب جدا، بس عامة في الاخر بصوا بيرجعوا معاك الحاجة كأنها جديدة ويمكن احسن كمان. هنشوف برضو كده هنا اللي هي المفاتيح بتاعة الكهرباء بالظبط كأنها رجعت معاكي جديدة وأحسن. كمان برضو كده اطار الغسالة اللي موجود معانا، يعني طبعا بيعملوا كمان لدورات الغسيل او الغسالات دورة تنظيف هايلة جدا، بتوضح معاكي قد ايه التنظيف قبل وبعد الغسيل. الغسالة هتنضف معاكي وترجع معاكي كأنها جديدة وأحسن كمان. تعالوا نشوف برضو كمان كده دلوقتي مع بعض مطبخ تاني وشفاط جديد والزيوت المتراكمة جدا. شايفين طبعا كمية زيت قد ايه يا جماعة، يعني ده دليل ان الوضع كان صعب جدا. ليه دلوقتي حطوها طبعا في الحوض، وممكن ناس كتيرة جدا تقول ده يسد الحوض؟ هم طبعا خلطوها بالمواد الكيماوية اللي بتقدر تذيب الدهون دي وتحول الدهون المستعصية دي كأنها بالظبط مادة سايلة. شايفين طبعا كده شكل الشبكة اللي كان عليها كمية زيوت صعبة جدا، الشكل واضح جدا والفرق بان وظهر قدامنا. كل حاجة بالظبط بترجع معاكي جديدة ويمكن احسن كمان. ده برضو كمان كده دلوقتي معانا بوتاجاز جديد بشكل جديد، هي نعم نفس البوتاجازات بس عامة طبعا الفرق بيبقى واضح جدا. شايفين طبعا شكل البوتاجاز بالحيطة اللي حوالينه. هنا كمان برضو كده الحنفية اللي موجودة قدامنا رجعت معانا كأنها جديدة واحسن كمان. تعالوا نشوف كمان دلوقتي كده الغسالة دي بالاطار اللي موجود فيها، او كمان برضو كده المكان اللي بيلم كل الشوائب في الغسيل. هنا كمان طبعا حطوا نفس الدورة بتاعت ملح الليمون بالخل والكربوناتو، وبدأوا كمان كده يعملوا دورة غسيل هايلة جدا. كل حاجة رجعت معانا زي الاول واحسن كمان. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده البنوتة دي، وهتدخل معانا برضو كده على حمام سريع وتنظيف سريع جدا، هيوضح معانا الفرق الشاسع بين قبل وبعد التنظيف. وده كمان كده شفاط من الشفاطات اللي موجودة معانا، وعملية التنظيف الهيلة اللي بتحصل معانا بعد نقع الشفاطات من الدهون اللي كانت متراكمة فيها لفترات طويلة جدا. شايفين هتجيب برضو هنا كده كمان معانا الاطار بتاع الغسيل من جوه او الغسالة، وتبدأ كمان تحط لها دورة مية كده سريعة جدا وتنظيف سريع عشان تطلع معانا كل الشوائب اللي كانت موجودة كمان في الغسالة. حتى كمان هنا براد المية المغلية الكبير ده هنشوف دلوقتي هتعمل فيه ايه. حطت ملح ليمون وخل وكربوناتو، وبدأت كمان تغليه شوية على النار. اي نعم طبعا الوضح الفرق
واضح جدا معانا، باستثناء طبعا البداية كان منظره صعب جدا. هنا كمان برضو كده كانت عبارة عن عفن وصدأ وكمان حاجات صعبة جدا موجودة معانا على الملايات والهدوم او الملابس اللي معانا دي، وطبعا الفرق واضح جدا جدا. عامة طبعا اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.